اعتصام قائم لحين تحقيق المطالب، واحنا مستمرين هنا صباحا ومساء. وضح موقف من ساحات اعتصام البصرة انه احنا موقفنا خرجنا من اجل دحر الفساد وتغيير المنظومة السياسية الحالية الموجودة. فيما يحصل من الصراع الدولي الاقليمي في البلاد والتأدية وان يؤدون بالارض العراقية الى محرقة وصراع دولي، هذا الشيء مرفوض. سيادة العراق يجب ان تكون محترمة. ما احب العراق يصير حلبة مصارعة بين دول الخارجية، يعني احنا البينا مثل ما اقول مكفينا حاليا، وضعنا كلش يعني مو يعني وضع ما يتحمل هاي الصراعات. فاللي ندعو ونطلب انه صراعاتهم ومشاكلهم خارج العراق. احنا طلعنا من يوم 25 اكتوبر حد الان ما تحقق اي شيء من مطالبنا، على اساس يعني نرجع نداوم؟ ماكو شيء سبب يخلينا نداوم. حتى مرجع السيد سيستاني واضح بالخطبة المرجعية انه المتظاهر ما يرجعون بيوتهم على ما تحقق المطالب، شيء اكيد. هذا شعار الاعتصام، ماكو وطن ماكو دولة.